هذا وقد دعا وزير الصحة المواطنين للتوجه للمستشفى على الفور عند ملاحظة الأعراض، بحيث يكون العلاج بتعويض السوائل المفقودة عن طريق المحاليل والمضادات الحيوية البسيطة جدا، دون أن تستغرق فترة العلاج أكثر من يومين إلى 5 أيام. وأكد وزير الصحة أنه منذ لحظة الإبلاغ عن هذه الحالات تم تكليف فريق كامل من قطاع الطب الوقائي بالوزارة، والذين توجهوا على الفور إلى محافظة أسوان، مضيفا أنه تم العمل على 3 محاور. اشتغلنا على 3 محاور الحقيقة. المحور الأول هو التأكد من سلامة مياه الشرب، وبالتالي في 103 محطة مياه شرب في محافظة أسوان تم الأخذ بعينات منها، وبالتالي قدرنا نطمئن بشكل تام على جاهزية وعلى مأمونية مياه الشرب من خلال المحطات. المحور الثاني هو التوجه إلى المستشفيات من فرق العمل، والتأكد على استعداد المستشفيات لاستقبال الحالات. زي ما قلت لحضراتكم، عدد الحالات يعني مقارنة بمليون و650 ألف مواطن هم سكان محافظة أسوان يعتبر عدد حالات بسيط اللي تم رصد، وفي أماكن محددة. المحور الثاني الحقيقة اللي احنا اشتغلنا عليه ان معدلات التردد بتتابع بشكل لحظي، يعني وبيجي تقرير لدولة الرئيس في مرتين في اليوم. المحور الثالث هو التأكد من أماكن تقديم الطعام وأماكن الخاصة بالباعة الجائلين والأماكن في الأماكن اللي تم رصد فيها هذه الحالات. وتم المرور فعلا على المستشفى الجامعي والمسلة ومستشفى الصداقة ودراو المركزي، وتم مناظرة الحالات المحجوزة بالمستشفيات، واطمأننا على تقديم الخدمات الطبية ليهم، ومنهم كتير الحقيقة يعني تم تحسن الحالة والخروج. ومش بس كده، احنا رحنا المنازل في القرى اللي فيها هذه الحالات، حوالي 163 منزل في إدارة دراو وبوريش، وقابلنا الأهالي عشان نقدر ان احنا نعرف منهم ايه الحاجة اللي ممكن تكون تؤدي الى اشتراك المواطنين في هذه الأماكن تحديدا، وإلا الأماكن اللي فيها مياه الشرب موجودة على مدار المحافظة بالكامل.